أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطة الثالثة والأخيرة نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة والمتوقعة غدا على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 24، والجو فيه حار. الإسكندرية 30-24، الجو فيه أيضا حار. مطروح 29-22، والجو فيها مائل للحرارة. في بورسعيد 31-24، والجو فيها حار. وفي الإسماعيلية 33-23، الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 32 درجة مئوية والصغرى 23 درجة والجو فيها حار. في العريش 31-22 والجو حار. في طابة 33-25، الجو أيضا حار. في شرم الشيخ 38-27 والجو حار. في الغردقة 37-26 والجو أيضا فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 39 درجة والصغرى 23 والجو فيها حار. في أسوان 40-26 الجو حار. في الوادي الجديد 38-20 الجو فيها حار. في شلاتين 36-26 الجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 32-28 والجو فيها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.